نروح لموضوع آخر ممكن يريحنا شوي هذا الموضوع. تكلمنا عنه قبل الفاصل وهو التغيير المالي المفاجئ في الدخل وكيف يأثر على قراراتنا المالية، سواء هذا التغيير يعني لمرة واحدة أو مستمر. راح نتكلم أكثر مع الموضوع مع عمرو عاشور خبير ومستشار مالي. أهلا دكتور. أهلا بك وبالمشاهد. يا أهلا. في البداية أول شيء نعرف المقصود بتغيير الدخل، المفروض يعني نفرح فيه ولا لا؟ بالضبط. أول حاجة تغيير الدخل المفاجئ يعني حدث شيء عندك مالي، بمعنى لقيت لك وظيفة أفضل. زيادة ولا نقصان؟ زيادة. 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 هلأ حلك على كلها بالزيادات. طيب أوكي. سارة دخلت جمعية، هاني أخذ قرض، بالتالي في دخل مفاجئ. إجت ثروة على عامر، عرفت كيف؟ فبالتالي هذا الدخل بدنا نعرف إحنا كيف ندير هذه الأمور. نعم. أول حاجة التغيير المالي المفاجئ في دخلك، هذه الشغلة كتير مهمة وبتصير مع أشخاص وللأسف أنا بحكيها صراحة قد يسيئوا استخدام هذا الدخل. طبعا زي إيش الدخل المفاجئ؟ أول حاجة ثروة، شخص ورث مبلغ، راتب كبير تم وضع صفر أمام راتبه القديم، ميراث، قروض، أخذ قرض، كريدت، دخل جمعية، هذه كلها أنواع من دخول مفاجئة. بدنا نعرف أنت كشخص كيف تدير هذه الأشياء. أول حاجة، أول شيء أنا حاعطيك أرقام صادمة وهذه أشياء حقيقية. أول شيء 73% لما بدخل للدخل المفاجئ يفكر كيف ينفقه. أي والله الناس بدي أصرفه. سارة بدي أسافر، هاني بدي أغير السيارة. صح. بصير أنا أفكر كيف أصرف هذا المبلغ. 73%. 18% بيفكر كيف يستثمر هذا المبلغ، يعود عليه بعائد. بدل ما أنا أقعد إيجار أشتري البيت ممكن، بدل ما أنا مثلا ما عنديش أفتح لي شركة صغيرة أو مشروع صغير. 9% فقط ممن يفكرون بالدخار. هاني أنت من 73 ولا 18 ولا 9؟ كلهم ما شاء الله. أبي أنفق وأبي أستثمر وأبي أدخر كلهم. بيرفكت. بس أنت من بس النسب. بس الحين عشان أروح معاك راح أروح مع الإنفاق. جود. ليش؟ اللي بروح على الإنفاق بكون في عنده شعور خنق مالي، مخنوق كان ماليا. مجرد ما نزلت الثروة أو نزل الراتب بيبدأ يفكر كيف إيش يصرف. سارة والله أنا يعني بصراحة إنفاق كمان. أشتري كنبة وأبغى أشتري وأبغى وسافر وأروح. طيب قاعدة أول حاجة هذه نصيحة من أقدمها للمشاهد كتير مهمة. أولا قاعدة انظر حولك. إيش انظر حولك؟ شوف شنو موجود، شو وضعك، شو أنت محتاج. أول شيء انظر حولك، المقصود فيها تسديد كافة الديون. يمكن عليك قرض، يمكن عليك جمعية، يمكن مثلا في التزامات مالية نترتب الأولويات. بالضبط. انظر حولك إنه تطلع إذا في عليك أي التزامات سددها. سكر إيه قبل ما تبدأ تنفق. نعم. علشان هيك دائما احنا بنقول قاعدة عريضة وهذه تنقش بالذهب، لا تدخر بعد الانفاق وانما انفق ما بعد الادخار. واضح؟ لا تدخر بعد الانفاق وانما انفق بعد الادخار، يعني ادخر بعدين اصرف. طيب بعد كده قرارات مالية مدروسة وليست عشوائية. دير بالك هاني، هدول الناس وين بنشوفها أكثر ناس؟ أنا حاطيكي تجارب مرت علينا، أنا مش مرت علي بس من خلال قراءة. في أمريكا في جائزة اللوتو. بيجي بفوز مثلا 100 مليون هاني، أوكي؟ بيجي بقولوا لك معك خيارين، يا بتاخذ ال 100 مليون دولار خلال 20 سنة، يا بتاخذ نص المبلغ 50 مليون كاش الآن. أغلبهم 90% أو 95% أخذوا الكاش. المشكلة وين؟ دخلت عليه ثروة مفاجئة، بعترها. خلال 3 سنوات 50% منهم أصبحوا فقراء. بعطر هذه الثروة ما أعرف كيف إيش يصرفها. لذلك لما تدخل عليك بدك تكون قراراتك مالية إيش مدروسة وليست عشوائية. حلو. بدل إيجار أعمل. أهم شيء تأخذ نظرة بحواليك. Exactly. شوف الالتزامات، شوف سدد التزامات. قراراتك تكون مدروسة. مدروسة. طيب. بعد كده يعني في شغلة كتير مهمة. أنت دخل عليك شغلة مفاجئة، حافظ على مستوى الإنفاق في الماضي. لا هذه صعبة. صعبة. ليش؟ ما هو إذا مش صعبة هتبدأ أنت من 73% هتدخلي في موضوع إيش؟ هي قالت لك يعني خلاص عندي فلوس زيادة. بالضبط. طيب ليش أنفق نفس الشيء؟ هذه الفلوس لازم أنا أستثمرها، بمعنى أنها تعود علي. أبغى أشتري أكثر، أبغى أدلع نفسي. هذه المبالغ صار فيك تصرفيها خلال شهر سنة، بس فيك تصرفيها خلال 10 سنوات. واضح كيف؟ اوكي. فيك تضل معك الى العمر من خلال استثمار. يعني خططي اكزاكتلي بطريقه جيده. يعني انا بعتقد هاني انا صغيره لسه لما اكبر بعد انا بعتقد هاني مسك العصا من المنتصف، قال لي انا دكتور حنفق وحستثمر
وحتدخر صح؟ نعم. فبالتالي هو حاول يمسك العصا من المنتصف انه ينوع. طيب بعد كده رابعا ها هذا بيصير في عندكم شغله غريبه. ايوه شهيه الانفاق تفتح شهيه الانفاق. ايه واحد بتصير قبل تكون شفت الجاكيت ب 1000 درهم هو غاليه، اليوم بتشوف ال 1000 درهم عادي. ما هو صار أمام راتبي صفر يعني ضاعف 10 مرات. فبالتالي بتفتح شهيه الانفاق عندك، بصير بس بدك تصرف. فهنا الحذر الحذر، لانه موضوع حكينا فيه بعد هيك انت قاعد بتعيد برمجه وضعك المالي. بصير عمليه الانفاق عندك انت ايش ليفله معين، بدك تحافظ على مستوى الانفاق هذا. وبعدين هذا التغير المالي مفاجئ وراح ينتهي يعني. أيوة بالضبط، ما هو بينتهي من خلال مصاريفك. يعني فيك تمده اكبر مده ممكن. بالضبط. طيب بعد كده شو كمان عندي خامسا؟ يجب الانفاق وفق خطه. بدي اصرف انا وفق خطه مو عشوائي. مش عشوائي، حط شو بدي انا اصرف. يعني اجي انفق استثمر اعمل ادخار ازيد الوضع بشكل ايش؟ استثمر الاموال لا تستهلك، استثمرها مش تستهلكها. واضح كيف؟ حاول ايش تفكر في الجانب الاخر، فكر في ال 27 ما تفكرش في ال 73. ال 27 اللي هم 18 استثمار و9 ادخار، ما تفكر في ال 73 في الانفاق. يعني موازنه يكون عندك. بالضبط. اخيرا اخر حاجه هذا لازم صارت قلنا عليه استخدم اسلوب كأني. استخدم اسلوب كأني. عشان انا اعمل سيفنج. سيفنج. كأني شريت وكأني صرفت، بالمقابل انا بدخر هذا المبلغ واستثمره فيما بعد. نتمنى ان شاء الله الجميع. صرت ما اخرج يا دكتور، كل ما ابغى اخرج اقول خلاص كأني خرجت اقعد في البيت. صرت ماني اجتماعيه اجلس في البيت ما. لا 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 هي اسلوب كأني حتى لا تبالغي بالانفاق، ما يترتب عليك ديون، هي الفكره. احنا ما نقول لك والله تعالي اسجني نفسك. لا روحي لكن بالمعقول. بالضبط. وفي مثلا لما تشوفين مثلا على سبيل المثال شيء تبينه انت. أيوة. والحين يعني انت ممكن عندك المبلغ بس عندك التزامات ثانيه، فتقولين كأني اشتريتها الين ما الله يفرجها وتشترينه. بالضبط. ما هو يعني الحمد لله ربنا افرجها وجات لي مبلغ مالي كمان ما اقدر انفقه. يعني بعض الامور برضو استخدم. لان هو الانسان تكبر. يعني الانسان يكون مثلا طموحه في سياره ولما يزيد دخله يصير طموحه بسياره اكبر. صح. وهكذا مستمر يعني. هو الانسان طماع دائما يبغى زياده. صحيح. شكرا لك دكتور عامر.